شرفتونا. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. الله يبارك فيكم يا ميت اهلين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يبارك. يا اهلا وسهلا. بارك ما عملتم. يا ميت اهلا وسهلا. عليا، وين ابو ام العريس بنتي؟ اي ما بعرف حدا من ضيوفه. وطي صوتك شوي الله يخليك. هلا بيسمعونا الضيوف مو حلوه ابدا. بعدين قال لك انه راحت عليهم الطياره. يا بنتي الحلال، حدا بيجي على عرس ابنه باخر لحظه؟ اهدى شوي وروق. خلاص. اهلا اهلا. هدول اول 50 صفحه صاروا جاهزين، يا ريت تدققوا انه انا على اساسهم كمل الشغل. بتصور انه ما راح يكون في اشكالات. انت تابع الشغل بدون ما توقف ابدا. شكرا كثير على هالثقه، بس انا بفضل انك تلقي نظره ولو كانت سريعه. اصبح بكره بنحكي، اليوم انا معزوم على عرس الاستاذ رجا وما بدي اتاخر. طيب مثل ما بدك استاذ. بما اني رايح لعنده راح اعطيه هون وباخذ رايه. ما شاء الله، شو هالشبوبية الحلوة يا سيد رجا. تسلم. يعني ما في شي مشكلة بالجاكيت أو بالبنطلون؟ لا اطمن، طالع أحلى عريس. إجوا كل المعازيم؟ لأنه أهلي ما حيقدروا يلحقوا. أنت لا تاكل هم يا سيد رجا، أنا تحت عم دير بالي على كل شي. تقلنا على عمي أبو زينب، يا ريت أنت تديري بالك على ضيافي. أنت ريح بالك، كل شي عم يمشي مثل ما بدك وأحسن. الله يجعل التمام على خير يا ابني، ويهدي بالكم ويهدي بال البنات. الله يخليك يا عديلة، صدقيني حيكون كل شيء أحسن من قبل إن شاء الله. زينب حضرت حالة ولا لسه؟ عروستنا بتكون جهزت، عند الجيران عم يساعدوها. أنا رايح شوفه. لا لحظة، لوين رايح؟ ما بصير يا ابني، مو منيح. مبروك مدام. الله يبارك فيك. ابو زينب خليني اطلع انا هلا اشوف البنت. شو جنيتي يا مرا، انا شو بدي ساوي لحالي هون؟ وانا شو بدي اعمل؟ من الصبح لهلا ما قدرت اشوفها لبنتي. خلص خليك، شو رح يصير علي؟ عليا اهلا وسهلا. ان شاء الله. مبروك. الف مبروك. ان شاء الله. قاسم تعمع، شو بدك ابو زينب؟ بدي اياك تضل واقف معي هون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا ان شاء الله. الف مبروك. اهلا وسهلا. بارك ما عملتم. ما شاء الله، والله طالع عروس بتاخذي العقل يا بنتي. شكرا كثير يا خالة خديجة، عذبناكم كثير انتي وعمو قاسم بهالفترة، والله ما قصرتوا. لا شو هالحكي هذا يا بنتي، والله ما اعتبرتك واحدة من بناتي يا حبيبتي. مالي مصدق عيوني. تقبريني يا بنتي، أخيرا شفتك عروس يا عمري. تقبري قلبي. أمي خلص بقى، ما بدي شوفك عم تبكي. كيف ما بدي أبكي وأنا شايفتك عروس قدامي؟ ومثل ما بيقولوا هي دموع الفرح. افتلي افتلي قدامي لشوف. طلعة بتجنن، ما هيك يا خديجة؟ أي والله. أخيرا شفتك عروس. إيناس
انت ليش زعلانه؟ كلياتهم مبسوطين برا، ليش مالك مبسوطه؟ لانه هذا اليوم بشع كثير. ناس إيناس حبيبتي افتحي الباب. ما رح افتحه ابدا. لك يا حبيبتي لازم ننزل لتحت بعد شوي. انا ما بدي انزل لتحت وما بدي اشوف حدا. والله الحق معك. سيد رجا في مشكلة صغيرة بدها حل. روحي ارتاحي، بكل الأحوال أنا بقيان هون. لا أنا حابة ضل مع أختي. صار لك كم يوم هون؟ كأنك عايش بمكان تاني. إياد بغيابك إجا الدكتور النفسي لهون، حكينا شوي. بخصوص شو؟ أختي يمكن هالدكتور معه حق، يمكن ليلى ما حابه ترجع تعاني من جديد. لا يمكن صار الوقت اللي لازم نخلي ليلى تهدى وترتاح فيه. انا مالي طالعه من هون ابدا، حلوا عني. ايناس افتحي الباب خلينا نحكي ونتفاهم مع بعض. يلا بابا. مالي طالعه يعني مالي طالعه. خلص حبيبتي يلا لشوف اسمعي الكلمة وافتحي الباب. شوفي رجاء إيناس مسكرة على حالها وما بدها تطلع. طالعة حلوة كتير. شكرا. إيناس قافلة على حالها وما عم تفتح لحدا. خليني أنا أجرب معها. إيناس حبيبتي إذا عم تسمعيني افتحي الباب، ما مبارح حكينا مع بعضنا واتفقنا؟ إيناس يلا بابا الضيوف صاروا تحت وعم يستنونا. ماما أنتوا سبقونا لتحت. طيب يا بنتي طيب. إيناس يلا حبيبتي. قولي علي بلشت الموسيقى. إيناس يلا افتحي بقى صار لازم ننزل لتحت. قلتلك مالي طالعة من هون وما رح انزل معكم. تركيها على راحتها هلأ بتطلع لحالها، خلينا نحن ننزل. لا إذا ما نزلت إيناس مالي نازلة. زينب بلشت الموسيقى. انزل انت خود غنى معك، انا هلا بجيب ايناس وبلحقكم. زينب رجاء انا بتعرفيها لايناس اذا عنا. روحي يعني... انت هلا يلا. عديلي انت خدي غنى وانا بقول لهم انه ما لنا جاهزين. يلا رايحه حلوه. ايناس كل الناس عم يستنونا مشان ننزل ونرقص سوا. يلا افتحي لي الباب بقى. ايناس شوفي انا عم بستناكي. ايناس يلا حبيبتي انا ما رح انزل بلاكي. ها